السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في رحاب القرآن الكريم، في ليلة رمضانية جديدة نعيش وإياكم مع كتاب الله الكريم. فقراءة القرآن أفضل للذي ملئت صحائفه من الأوزار. اقرأ كتاب الله فاتحة الهدى لتلين بالتبشير والإنذار، وهو الجليس فلا يمل حديثه، يعطيك من درر بلا اقتدار. فيه تفوز بما تريد من المنى، وبهديه تنجو من الأوزار. فاجمع قواك مشمرا ومكابدا، واسعد مع الحفاظ في المضمار. أهلا ومرحبا بكم إلى ليلة جديدة من ليالي شهر رمضان، وحلقة جديدة مع المتسابقين معنا في هذه الليلة في فئة المصحف. في البداية أرحب بلجنة التحكيم في هذه الحلقة، بداية بالشيخ محمد حسن الريمي رئيس اللجنة، أهلا وسهلا بك. حياك الله ومرحبا. وأرحب أيضا بالشيخ دكتور حمود مهيوب الزمر عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا بالشيخ محمد أحمد الأهدل عضو اللجنة، أهلا وسهلا بك. حياك الله وسهلا. وأرحب بالمتسابقين معنا في هذه الليلة، يتفضل المتسابق الأول على يميني بالتعريف باسمه. الاسم أنس محمد علي حزام الزجام، محافظة المحويت، درست في حلقة نافع التابعة للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، أحفظ القرآن الكريم كاملا وأسابق فيه. أهلا ومرحبا بك أنس، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. ويتفضل المتسابق الآخر بالتعريف باسمه. الاسم محمد مجاد عبد الله حسين الوادعي، درست في حلقة الفتح التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم من محافظة إب، أحفظ القرآن كاملا وسأشارك فيه. أهلا ومرحبا بك يا محمد، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. الآن إلى لجنة التحكيم لطرح السؤال الأول على المتسابقين. مرحبا بك يا أنس، ومرحبا بمحمد مجاهد، حياكم الله في هذه الحلقة وفي هذه الليلة المباركة. يتفضل الشيخ حمود مهيوب بتوجيه السؤال الأول للمتسابق الأول أنس، فليتفضل. أهلا وسهلا بالطالبين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما. اقرأ يا أنس من قول المولى تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله، شكرا لك يا أنس. والآن الشيخ محمد أحمد سمين الأهدل يتوجه بالسؤال الأول للمتسابق الثاني محمد مجاهد، فليتفضل. المتسابق الثاني، السؤال الأول بالنسبة للمتسابق الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بارك الله فيك يا محمد، شكرا جزيلا للجنة التحكيم، وبارك الله في المتسابقين معنا في هذه الليلة المباركة. ما أجمل أن نعيش مع كتاب الله تعالى، خصوصا في هذه الأيام المباركة ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان. نسأل الله أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، إنه على ما يشاء قدير. المشاهدون الأكارم، ولنا في كل ليلة وقفة مع مفهوم قرآني جديد، واليوم هذه الحلقة تتحدث عن العلو والطغيان والبغي، وفي فقرتنا التالية ومع الموعظة. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك فارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام إلى هذه الإطلالة السريعة والتي نتحدث فيها بعون الله تعالى وتوفيقه عن العلو والطغيان. الطغيان هو مجاوزة الحد في حق الله تعالى وفي حق العباد،
ولفظة الطغيان والعلو قرين الملك والسلطان والجاه في الغالب. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى في حديثه عن فرعون، قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في ذلك، فقال ربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن فرعون كنموذج لطاغية متعال مستبد في الأرض، قال الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كما أن الطغيان أيضا والعلو قرين أيضا للمال. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عن قارون نموذج لهذا الطغيان في هذه الأرض بسبب المال، تحدث الله سبحانه وتعالى عنه فقال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي طغى وتجاوز وتكبر. وتحدث الله عنه فقال فخرج على قومه في زينته، أي متعال متبختر. فخرج على قومه في زينته، كناية عن الغرور عن الكبر عن التعالي على الخلق. ولذلك فلفظة الطغيان لفظة جامعة لكثير من الألفاظ ذات الصلة. ولذلك العلو لفظة لها علاقة بالطغيان، الظلم أيضا، الغرور، العجب. ولهذا على من طغى وتكبر في هذه الأرض عليه أن يتذكر أن قدرة الله تعالى وعلو الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأعلى منه. ورحم الله من قال وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمي. وخير دليل في ذلك قصة يحيى البرمكي وأولاده كيف أوردهم الطغيان والعلو والاستكبار على الأرض لما تجاوز يوما من الأيام أثناء حكمه وسلطانه على أحد الضعفاء فدعا بدعوة عليه فعاقبه الله سبحانه وتعالى عقابا شديدا، ولكن هذا العقاب تأجل إلى أمد وجاء في وقت متأخر. دارت الأيام وإذا بيحيى البرمكي وأبنائه في السجن، إذ به يسأل أبناءه فيقول يا أبنائي ما الذي أوردنا هذا المورد بعد الملك والجاه؟ قالوا إنه الظلم والطغيان. فأرسل ذلك العبد الضعيف الذي دعا على البرمكي رسالة قال فيها ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا يوم القيامة من الظلوم، وينقطع التلذذ عن أناس من الدنيا وتنقطع الهموم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم مصارع الظالمين، وأن يصرف عنا الطغاة والمستبدين، وأن يعزنا وإياكم بطاعته والدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأكارم أهلا ومرحبا بكم من جديد، وإلى جولة السباق الثانية في هذه الليلة المباركة، ونحن نعيش مع كتاب الله عز وجل في فئة المصحف مع المتسابقين معنا أنس ومحمد، وإلى لجنة التحكيم لطرح السؤال الثاني على المتسابقين. مرة أخرى نرحب بالشيخين الجليلين الشيخ حمود مهيوب مقبل الزمر والشيخ محمد أحمد سمين الأهدل، ويتفضل الشيخ حمود بتوجيه السؤال الثاني للمتسابق الأول أنس محمد علي. أهلا بك وبه. اقرأ يا أنس من قول المولى تبارك وتعالى هل أتاك حديث موسى النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى
وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. حسبك يا أنس وبارك الله فيك. الشيخ محمد أحمد يوجه السؤال الأخير للمتسابق الثاني محمد مجاهد. السؤال الثاني للمتسابق الثاني محمد مجاهد، اقرأ من بداية سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. بارك الله فيك يا محمد مجاهد على هذه التلاوة. بارك الله في الجميع. المشاهدون الأكارم، وقبل أن تعلن النتيجة النهائية من قبل لجنة التحكيم في هذه الليلة المباركة، نذهب إلى فاصل قصير، وعقب الفاصل نتابع استراحة هذه الليلة ومع فرقة الإنشاد. هذا البرنامج برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد.
صوتك شارد الأذهان وتردف هكذا الآهات. أنا من خبأ الأحزان ولكن ما رفع رايات. علامك شارد الأذهان وتردف هكذا الآهات. أنا من خبأ الأحزان ولكن ما رفع رايات. نصحت واستمر العناد وزاد الغل والإفساد. نصحت واستمر العناد وزاد الغل والإفساد. كذا يا دنيا ليتك سين بدايا وقتنا هزين. كذا يا دنيا ليتك سين بدايا وقتنا هزين. كلام الناس ذي لزمان حلاه الغيبة كل أوقات. ومن فاتها للسان يحط المر في الزينات. كلام الناس ذي لزمان حلاه الغيبة كل أوقات. ومن فاتها للسان يحط المر في الزينات. نميمة ما لها تزداد على جلستهم تنعاد. نميمة ما لها تزداد على جلستهم تنعاد. وتنشر نارها كل حين بدايا وقتنا هزين. وتنشر نارها كل حين بدايا وقتنا بتزين. بعد الأركان ويا حسرة على ما فات. وليت بعد الإخوان على دنيا بهمها جات. وصار متبعد الأركان ويا حسرة على ما فات. وليت على دنيا بهمها جات. يحط للجفا ميعاد كذا وتفرقوا أحد. يحط للجفا ميعاد كذا وتفرقوا أحد. ولا نهيلهم من دين وقتنا هزين. ولا نهيلهم من دين وقتنا هزين. تراجع يا بني الإنسان قبل ما تجني الحسرات. واعمل يا الفتى حسبان وخلي الزيف والعثرات. تراجع يا بني الإنسان قبل ما تجني الحسرات. واعمل يا الفتى حسبان وخلي الزيف والعثرات. تعامل بالصفا وداد وحسن الظن خله زاد. تعامل بالصفا وحسن الظن خله زاد. وربك معاك بيعين بدايا وقتنا هزين. وربك معاك بيعين بدايا وقتنا هزين. علامك سبحان الله سبحان الله. المشاهدون الأكارم أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد أن كنا مع جولتين متتاليتين في هذه الحلقة حان الآن وقت إعلان النتيجة النهائية لهذه الليلة وإلى لجنة التحكيم. مرحبا بكم جميعا. أسفرت النتائج هذه الليلة على النحو الآتي. حصل على المركز الأول أنس محمد علي حزام، حصل في الحفظ على 50 درجة من 50، وفي التلاوة على 49 درجة ونصف الدرجة. مجموع درجاته 99 درجة ونصف الدرجة. حصل على المركز الثاني محمد مجاهد عبد الله الوادعي، حصل في الحفظ على 50 درجة من 50،
وحصل في التلاوة على 45 درجة، مجموع درجاته 95 درجة، والله الموفق. بارك الله في لجنة التحكيم وبارك الله في المتسابقين معنا في هذه الليلة. وكما هو واضح الفائز الأول معنا هو أنس محمد الذي حصل على 99 درجة ونصف الدرجة من 100، والفائز بالمركز الثاني محمد مجاهد الذي حصل على 95 درجة من 100. الآن يتفضل إلى الاستوديو الدكتور عبد الوهاب المصباحي رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم ليسلم الجوائز للمتسابقين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك دكتور، نورتنا في هذه الحلقة. ونحن نعيش مع فئة المصحف في هذه الليلة، وقد حصل على المركز الأول أنس محمد الذي حصل على 99 درجة ونصف الدرجة، يتفضل لاستلام جائزته مبلغ وقدره 120 ألف ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، وكذلك شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. مبارك عليك يا أنس. بارك الله فيك، هذه جائزتك وهذه الشهادة مشاركة. بارك الله فيك. وأيضا يتفضل الحاصل على المركز الثاني محمد مجاهد لاستلام جائزته مبلغ وقدره 100 ألف ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، وكذلك شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. تفضل. مبارك عليك يا محمد. مبارك عليك، هذه الشهادة، هذه الجائزة وهذه شهادة المشاركة. مبارك عليك القرآن الكريم. إذن بارك الله في المتسابقين، وشكرا جزيلا لك يا دكتور عبد الوهاب المصباحي رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وشكرا أيضا لوزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بالدكتور أحمد عضية وزير الأوقاف والإرشاد، شكرا لكم جميعا. بارك الله في الجميع. المشاهدون الأكارم، ولنا فقرات أخرى في هذه الحلقة، ولكن نذهب قبلها إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، معا لخدمة كتاب الله. مشاريع الجمعية، الحلقات القرآنية النموذجية، المراكز القرآنية النسوية، مراكز الإقراء والإجازة بالسند، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، مشروع المسابقات القرآنية، المراكز الصيفية، العمل على توزيع نسخ المصحف، الدورات التدريبية والتأهيلية، حصول الجمعية على شهادة الجودة، وتم تكريمها كأفضل مؤسسة تعمل لخدمة القرآن الكريم. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وتدبروه ففي تدبره الهدى ومنابع الخيرات والإيمان، وخذوا هداه إلى الحياة وسيرها فهو الدليل لراحة الإنسان، لو كان قائد أمة ودليلها حقا لنالت نصرة الديان. الآن نذهب وإياكم لمتابعة الفقرة التالية ومع براعم القرآن الكريم. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الفقرة براعم القرآن. ها نحن الليلة مع برعم من هذه البراعم، والتي نشأت في رحاب القرآن وفي حلقات القرآن الكريم ومن مأرب التاريخ والحضارة. ننتقل إليه ليعرفنا باسمه. الطالب أنس عبد الواحد محمد دهمش، درست في مأرب تحت جمعية الضياء الخيرية لتعليم القرآن الكريم. ما شاء الله، كم عمرك؟ 12. 12 عاما، ما شاء الله. كم تحفظ؟ 9 أجزاء. ما شاء الله. طيب أسمعنا يا أنس من قول الله تبارك وتعالى:
إن جهنم كانت مرصادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أنس على هذه التلاوة، إلا أنك لا بد أن تنتبه لحروف الإظهار، إذا جاءت بعد التنوين لا تغن. عطاء حسابا إلا من أذن، ولا تقل من أذن. بارك الله فيك وشكرا على هذه التلاوة. وهناك جائزة وهدية من وزارة الأوقاف والإرشاد مقدارها 50,000 ريال، تفضل باستلامها. شكرا جزيلا لبراعم القرآن الكريم، وشكرا للجنة التحكيم التي رافقت هذه الفقرة. والآن مشاهدين الأكارم، لم يتبقى في هذه الحلقة إلا أن نطرح سؤال هذه الحلقة على جمهورنا في الميدان ومع الزملاء في الميدان. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه النافذة الميدانية التي تسلط الضوء هذه الليلة على ظاهرة البغي والاعتداء على الآخرين وموقف الإسلام منها. والسؤال هنا، ما هو البغي؟ البغي زنا. البغي البغي الله ما شعره أعلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ما هو البغي؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما أريد أن أفسر هذا التفسير. نعم الله. ما هو البغي؟ البغي، البغي يعني أي واحد إذا يعني شبع أو ارتاح زيادة أو بغي غير اللازم، يعني بتبذير أو هذا بغي، يعني أن أي حاجة يعني تكون لم يستطع يعني فيها يبغي فيها زيادة وهذا. ما هو البغي؟ أعوذ بالله من الشيطان. والله ما نعلم ليك معلومة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ما هو البغي؟ البغي، البغي الذي يبغي، البغي على الله أو سواء على العرب أو سواء يعني على أي من المخلوقات، يعني هل تبغي عليه؟ والبغي ليس
للمؤمن. الله سبحانه وتعالى لم يحبش البغي. ما هو البغي؟ الظلم. صح، يمكن الظلم. البغي ما هو؟ لا تبغي، لا تظلم، الظلم وتكبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. والبغي ما هو البغي؟ البغي، البغي يعني والله ما لي علم. البغي الظلم. الظلم ما هو البغي؟ البغي الكذب. البغي الله ما أقول له الخير. البغي الحصان. البغي هو الذي الذي يعني يفعل يعني حاجة سيئة ولا كذا ولا حاجة، يعني الواحد يعني الله يأمرك يعني تتبعد عن الخطايا، عن كذا، أي حاجة يعني أنت تسوها في حياتك يعني حاجة خطأ. ما هو البغي؟ البغي الإنسان الذي يفتقيه ربه أعمال الخير. ما هو البغي؟ لقد نقول لك البغي هو المنكر، المنكر، الحاجة المنكرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما هو البغي؟ الاعتداء. البغي ما هو؟ الاعتداء. إجابة موفقة، مبروك عليك الجائزة. مشاهدين الكرام، حصلنا على إجابة لسؤال هذه الليلة، والجائزة 15,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد. مبروك عليك الجائزة. شكرا جزيلا للزملاء في الميدان، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم. الشكر موصول لوزارة الأوقاف والإرشاد الراعية لهذا البرنامج، والشكر أيضا موصول للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، ومن خلال شاشة قناة اليمن الفضائية أنتم دائما على موعد مع القرآن الكريم. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بمشيئة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن تربي أمثال.